ابو فهد ابو فهد نبي قصه راعي الجني مدري يلا عطنا ابو فهد هذا تخبر اخر الليل اول شيء احنا والله العظيم هدفنا تدري وش هدفنا ان نوصل البسمه لكبار السن اللي قاعدين ببيوتهم اللي لا يقدر لا يروح ولا يجي صحيح وش اللي ونسوا بس هالجوال يا سلام في ناس والله كثير تتواصل معي كثير ما هو لا 100 ولا 200 كثير يقول والله اني انا على الفراش مقعد ولا كذا واسمع لك هذا هدفنا الهدف الثاني ما في شيء ثاني حلو طبعا النكت هذه الطرائف وهذه لابد انها تخبر مبحره شوي علشان المتلقي اي لازم المتلقي اما اذا كانت في سالفه صارت على شخص ما معين له هذه لا تزود ولا تنقص صحيح تعطيها على عشان ما تدخل عليك مجالات في ناس تدخل عليك يقول لا مي كذا لا كذا مي كذا يصير بها شويه لكن السوالف المضحكه هذه هذا في واحد بدوي اي نعم ونعم ما عليك زود نعم بالبدو والحضر كله هذا في واحد البدوي راعي حلال ادخلوا جني جابوه عند الشيخ ويقوم يقرأ عليه الشيخ هل هو ينطق الجني قال الشيخ الله يجزاك بالخير ش عندك وذيت أخوك اللي من الإنس قال يا شيخ هو أذاني قال هذاك بوش قال الجني أنا مربع بلي فيضان وحلالي وهذا البدوي معه جيب شخص كل شوي مجفل البل وكل شوي مجفل البل ما يشوف هذا خبر هذا ويقول ودخلت وانا وحلالي قال انت حلالك قال لي قال اطلع منه قال اول شيء بيطلع الغنم يقول بيطلع الغنم اول شيء قال يلا طلع الغنم يقول الشيخ يقول انا اسمع الصوت بس ما اشوف الغنم اي اسمع جرس المريع واسمع السلاب تنبح واسمع الطليان تضغي تدور امهاتك بس يقول ما اشوف لين انقطع الصوت قلت ها وش بقى؟ قال باقي يلبل. الله. قلت ليش ما تطلعن؟ قال الحين اطلعن يلا هو يقول يطلع البل، يقول اسمع هدير البل واسمع واسمع البل بس ما اشوف، واسمع جنون وراها تشيل شيلات لا بتعز وتي لا بتعز وتي. يقول لين انقطع الصوت. قلت ها وش بقى؟ قال انا، قلت طيب ليش ما تطلع؟ قال والله يا شيخ الوايت عيل يشتغل. ها قاعد يشغل شوي شوي. يقول الشيخ وانا اقرا الا اسمع صوت الوايت. هذا وش هذا؟ هذا راعي الوايد هذا راعي الوايد هذا راعي الوايد يا رجال كمل يا خلص طلع الوايد ولا لسه؟ هذا طلع ولا باقي الوايد؟